بسم الله الرحمن الرحيم. ابو العطا محمد علي محمد، كفر الشيخ سيدي سالم، مسؤول يعني او عضو في ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعه والقانون في المحافظات. احنا هنا بنعتصم احنا وزملائنا على الاوائل الحقوق والشريعه والقانون الحاصلين على امتياز وجيد جدا. بنحتج على تعيين دفعه النيابه العامه 2009 لما شابه من رشوه وفساد، حيث قام رئيس المجلس الاعلى للقضاء السيد المستشار حسام الغرياني بتعيين ابناء المستشارين الحاصلين على 65% تاركا الاوائل الحاصلين على امتياز وجيد جدا، لا لشيء الا لان ابائهم فلاحين، وكان القضاء عقد النية وعزم كل العزم على توريث القضاء كما ايه، وقد كان هو اول يعني معارض لتوريث الرئيس لابنه حكم مصر. فجينا هنا اعتصاما ولن نبرح من هذا المكان الا بعد تنفيذ مطالبنا. احنا هنا اكتر من 50 واحد منضم الينا غدا اوائل الجامعات واسرهم من الصعيد والمحافظات المصرية كاملة، سينضموا الينا الساعة 8 صباحا ان شاء الله. نعم نعم، يوم الاحد الساعة 1 مساء عقد معنا المستشار حسام بيه الغرياني اجتماع موسع في قاعة عبد العزيز باشا، واعرب عن خيبة امله في عدم اخذان الاوائل، وان الدفعة خرجت من تحت سيطرته، وانه مهدد بالاستقالة من منصبه، وانه فعلا في اجحاف واستبعاد اوائل الدفعات الحاصلين على جيد جدا وامتياز. ماشي اتفضل سيادتك. حسين عبد الرحمن، المنسق الاعلامي لائتلاف خريجي وطلاب الحقوق الشرعيه والقانون. احنا النهارده يدخل مساله اليوم الخامس للاعتصام اللي ابتدى للمطالبه بضروره تعليق اعتماد دفعه 2009، تلك الدفعه التي تشابهها الكثير من المغالطات القانونيه، وعلى الاخص وجود الرشوه والمحسوبيه في تعيينات تلك الدفعه، وعلى الاخص وجود محاباه لبعض ابناء الساده المستشارين على حساب الابناء البسطاء بغض النظر عن اي عوامل اخرى. نحن اليوم مصرون على الاعتصام حتى يوافق المجلس القضاء الاعلى بضروره تعليق اعتماد تلك الدفعه لحين تطهيرها من الفساد التي شبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هيثم شوقي سعودي، جامعه عين شمس. حضرتك الدفعه دي شبه كثير من الواسطه والمحسوبيه والرشوه والفساد، في ناس جايبه 64% مقبول وتعينت. ارجع ورا اتعينت بحكم قضائي درجه في 1% بالرأفه، ودخلت مجلس الدوله ودخل النيابه العامه، واحنا تقديراتنا عاليه واوائل، وما دخلناش ولا في مجلس الدوله ولا في النيابه العامه. يعني هل القضاء مقتصر على اولاد المستشارين فقط؟ واحنا مثلا نعمل ايه يعني؟ يعني هل يجوز عدم تعيين الاوائل الخريجين والجهاز والتدريبات المرتفعه وعدم وتعيين اولاد المستشارين؟ انتوا عشان انتوا بالظلم ومن الاضطهاد، فعشان كده معتصمين. معتصمين رابع يوم على التوالي، معتصمين. احنا يوم السبت من 3/9 معتصمين، والنهارده معتصمين. يعني بقالكم اليوم خامس ولا رابع النهارده؟ النهارده يوم السبت معتصمين، والنهارده معتصمين. كلمكم حد قال لكم حاجه؟ قعدنا مع رئيس محكمه النقد وسياده المستشار حسام الغرياني، قال لنا مش مسؤوليتي، والنائب العام طبعا مش مسؤوليته. ما مسؤوليه مين؟ مش مسؤوليه النائب العام، مش مسؤوليه حسام الغرياني، مسؤوليه مين؟ يعني مين المختص بتعيين الدفعه؟ انا رفعت نمر مصري مرشح نقيب عامه. انا منضم معاهم لان هو ده اللي فعلا بالنسبه للنقيب وبالنسبه لقانون المحاماه مع الاسف الشديد المفروض ينضم معاهم، لان ما باخدوش حد وما باخدوش حد خالص غير اللي هم الناس اللي هم معرفه واولاد المستشارين وقرايبهم واخوات مجلس الشعب. انما النهارده الناس دي واللي جايبه امتياز وجايبه جيد جدا ولها حق دخول في النيابه ما فيش، عايزين يقولوا استقلال قضاء على اي استقلال قضاء؟ استقلال قضاء بالمحسوبيه ولا استقلال قضاء ان يكون صح؟ النهارده المفروض احنا كنقابه محامين ومع الاسف الشديد واقفه بصمته، وكل بيدور على منصب وكل بيدور على كرسي وكل بيدور على مصلحته بس، ما بيدورش على مصلحه الناس ومصلحه الشعب. المفروض النهارده اولاد المحامين حتى ما بيخشوش جزء من النقابه، المفروض يخشوا ما حدش بيتكلم فيها، سايبينهم عشان شايلنا وشايلك عشان يساعدوهم في الانتخابات ويخشوا هم النقابه، وده اهم حاجه عندهم، مش مهم عندهم بالنسبه لي. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد السعيد محمد حسن، الثالث على الدفعه جامعه الازهر فرع تفانى الاشراف. نحن هنا معتصمون اليوم الخامس على التوالي من اجل وجود الرشوه والمحسوبيه في تعيينات دفعه 2009. وبالنظر الى هذه الدفعه
وجدناها قد شابهها عيوبا كثيرة، منها الوساطة والمحسوبية والرشوة، تاركا التقديرات، وطلبنا منهم أن يكون التعيين على أساس من النزاهة والشفافية، وهي التقديرات والترتيب أوائل الدفعات، لأن القضاء لابد أن يكون عادلا. فكيف يكون القضاء عادلا وهو يأخذ 65% أو جيد ويترك المتفوقين؟ فالمتفوق في تفوقه في الكلية فهذا أكبر دليل على عدالته، فهو المستحق أن يتولى منصب القضاء، لأننا إذا كنا نريد أن نطهر هذه البلد فلا بد، فالمقولة تقول أن العدل أساس الملك، فكيف يكون العدل وأن أصحاب أو أصحاب المشاكل أو الذين يتقاضون الناس أو يعرض عليهم خصومات الناس ليس لديهم عدل، حيث أن العدل عند المتفوقين. وعندما قابلنا المستشار حسام الغرياني قال لنا بأنني أعلم ومتأكد أن هذه الدفعة فيها رشوة ومحسوبية ووساطة، ولكن المستشار حسام الغرياني هو الذي أقر هذه الدفعة وأنا لا أستطيع أن ألغي ما فاته، فكيف لا يستطيع أن يلغي هذه الدفعة؟ رسالة بس للجميع، رسالة لزملائنا الأوائل ينضموا إلينا هنا في الاعتصام عشان أخذ حقوقنا، أخذ حقوقنا بعد الثورة المصرية، وشكرا لسيادتك والله الموفق.